القرآن الكريم يقول لا ليس كمثله شيء، معناه أن الله تعالى هو موجود لا يشبه أي موجود أي شيء من العالم، لا يشبه، لا هو كالإنسان والحجر والشجر شيء يمسك باليد، ولا هو شيء لطيف يسمى لطيف كالهواء والضوء والظلام، لا يشبه هذا ولا هذا، وليس متحيزا في يد ومكان. الإنسان والنجوم والشمس والقمر والعرش كل هؤلاء لهم مكان وجهة لأنهم جسم حجم، أما الله تعالى ليس متحيزا في يد ومكان لأنه ليس حجما ثقيلا ولا حجما لطيفا. هذه عقيدة الرسول والصحابة، أن الله ليس شيئا متعينا، ليس حجما متعينا في ذاتكم ولا في ذاتكم، كان قبل الانتهاء قبل أن يخلق الله الجهات والأماكن، الله كان موجودا بلا جهة ولا مكان، وثم بلغت هذه الأشياء الأماكن فوق وتحت واليمين والشمال، ثم هو لم يتعين في مكان، هو كما كان قبل المكان. هذه عقيدة الإسلام التي كان عليها الرسول. أرسلنا أسس الأمان.